لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. معلومات ستعرفها لأول مرة عن اليوتيوبرز طيوبة أم البنات، وهل ماتت فعلا بسبب الزلزال، وقصة زوجها الذي ظهر. طيوبة أم البنات هي مواطنة سورية مشهورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت قناة اليوتيوب سببا في شهرتها بعد أن قدمت مجموعة من وصفات الطعام وصور أشهى وألذ أطباق الطعام الذي تقوم في إعدادها لزوجها وبناتها الستة، والتي نالت على لقب طيوبة أم البنات كونها مجهولة الاسم في القناة. لم يذكر الاسم الحقيقي للسيدة طيوبة أم البنات في وسائل الإعلام المريء والمسموع والمكتوب، ولكنها ولدت في العاصمة دمشق بجمهورية سوريا بعام 1959 ميلاديا، وتحمل الجنسية السورية والديانة الإسلامية، وهي سيدة متزوجة من رجل سوري الجنسية. وذكرت بعض المصادر بأن زوجها يعمل كصيدلاني ولم يتوفر المعلومات عنه، وتتقن التحدث باللغة العربية ولهجتها الأصلية السورية. قررت السفر مع زوجها وبناتها الستة إلى جمهورية تركيا إثر الأحداث التي تسببت في خروج المئات من المواطنين من دولة سوريا، وكانت تقيم في منطقة كهرمان مرعش، حيث بدأ زوجها في العمل بمهنتها الصيدلية في تركيا، بالإضافة إلى الاستمرار في عملها عبر قناة اليوتيوب من أجل تقديم ألذ وصفات الطعام لجميع المتابعين بالقناة. تمتلك السيدة طيوبة أم البنات قناة رسمية خاصة بها في منصة اليوتيوب، وأنشأت السيدة طيوبة القناة من أجل تقديم يومياتها الخاصة للجميع عبر قناتها، وبدأت في مشاركة الجمهور لليوميات في المطبخ من داخل منزلها، وقدمت للجمهور مجموعة من وصفاتها في تحضير وإعداد الطعام، بالإضافة إلى مشاركة بناتها في الفيديوهات التي تقدمها عبر المنصة. ويذكر بأن عدد المتابعين لها في القناة يقدر ب 100,000 متابع ومتابعة من مختلف الدول في الشرق الأوسط، مما ساعد وصفات الطبخ التي قدمتها للجميع إلى كسب محبة المتابعين جميعهم. حقيقة وفاة اليوتيوبرز أم البنات، لم يذكر أبناء حتى الآن عن حقيقة طيوبة أم البنات، حيث تعرض المنزل الذي تقيم به طيوبة أم البنات إلى الانهيار بالكامل إثر الزلزال الذي أصيبت به الجمهورية تركيا بمنتصف الأسبوع الماضي من العام 2023 ميلاديا. وأكدت شقيقة زوجة طيوبة أم البنات بإخراج طفلتين من بنات طيوبة من تحت الأنقاض، وثم نقل جثمانهم إلى دولة سوريا من أجل دفنهم في مدينة عفرين التي تقع بسوريا. بينما ما زالت السيدة طيوبة أم البنات وزوجها وبناتها الأربعة تحت الأنقاض حتى اللحظة، ولم يتم الإعلان عن خروجهما من تحت الأنقاض. ولكن ظهرت مجلة النهار الجزائرية أكدت الخبر بأنها توفيت. أنجبت طيوبة أم البنات مجموعة كبيرة من الأبناء، والذي يبلغ عددهم 6 بنات. ويذكر بأن البنتان الكبيرتان هما في مرحلة الدراسة الأولى، الذي يبلغ عمرهما ما بين 7 و8 سنوات، بينما تمتلك السيدة طيوبة أم البنات 3 بنات توأم ويبلغ عمرهما 5 سنوات، بينما يبلغ عمر أصغر طفلة للسيدة طيوبة أم البنات 2. ولكن يوم أمس انتشل رجال الإنقاذ طفلتين للسيدة طيوبة أم البنات، ولم يذكر من هم حتى الآن أو نشر صورهم الشخصية عبر المواقع الإخبارية. تأكيد وفاة المؤثرة السورية طيوبة أم البنات وعائلتها، ولحظة دفنها وتشييع جنازتها ستبكيك من أصعب الحكايات التي أدمت قلوب العرب خلال الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا قبل أسبوع.
وفاة المؤثرة السورية الشهيرة على موقع تيك توك طيوبة أم البنات وعائلتها. وتوفيت طيوبة والتي تبلغ من العمر 27 سنة والمقيمة في تركيا مع زوجها وبناتها الستة إثر زلزال تركيا. واحتجزت طيوبة وعائلتها لأكثر من أسبوع تحت الأنقاض بسبب الوضعية الصعبة التي وقعوا فيها إثر الزلزال ما صعب من عمل عمال الإنقاذ، حيث انهار نصف العمارة التي كانت تكتم فيها طيوبة في الطابق الأول، والذي سحق مع طابقين آخرين، فيما بقيت الطوابق العليا سليمة. تسريب فيديو لحظة إنقاذ طيوبة أم البنات من تحت الأنقاض وهي تصرخ وتردد انقذوني أنا هنا. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.